السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. ان شاء الله النهاردة حلقتنا هتكلم عن اللي هي الخضروات والمحاصيل اللي هيتم زراعتها بداية من شهر مارس او بداية من فصل الربيع، سواء في المنزل او الحديقة. طبعا معروف ان بداية شهر مارس الاجواء الحلوة، شهر ربيع شهر تفتح الزهور، شهر رحيق الاشجار وطلع النخيل، وكمان الروائح الجميلة اللي بتكون في الشهر ده. عايز اتكلم عن الخضروات اللي هيتم زراعتها بداية، يعني بداية من شهر 3 او شهر مارس هيتم زراعة المحاصيل الصيفية. نيجي بسم الله. الخضروات اول حاجة اللي هنزرعها الملوخية، البامية، البطيخ، الشمام، الكنتالوب، القوون. نيجي مثلا الايه تاني اللي هو الكوسة، هيتم مثلا زراعة ايه تاني، دوار الشمس، بلاش كلمة عباد دي، دوار الشمس. طبعا هيتم زراعة الخيار، الكركديه، هيتم زراعة اللي هي ايه المحاصيل اللي هي بداية، لو هنزرعها في وقت مبكر يبقى هنزرع الفول السوداني، هنزرع مثلا لو في وقت مبكر برضو هنزرع السمسم سواء في المنزل. هيتم بإذن الله تجهيز التربة، الكلام ده هنتابع مع بعض الفيديوهات. حاجة تاني بالنسبة للنباتات اللي يتم زراعتها، طبعا اغلب بذور الورود بيتم زراعتها في الفترة دي عشان يبقى مختصر الكلام. يعني لو جينا مثلا لبذور النعناع، افضل معاد زراعته في شهر ربيع. الريحان، بذور، يعني باقي الورود كلها. كمان في الشهر الحلو ده الجميل هيتم طبعا بدء انبات براعم الورد الجوري، هيتم انبات العقل، هيتم زراعة كمان، هيتم زراعة الشتلات. يعني احنا معانا فترة دي ممتدة زراعة الشتلات الفاكهة او اشجار الزينة. بالنسبة للاشجار الفاكهة حب انوه على حاجة، ان الشتلات اللي بتكون متساقطة الاوراق في الشهر ده لو تم انباتها او تم سران العصارة فيها ولم تزرع في التربة، فالافضل مش هنشتريها، هنسيبها للسنة الجاية. اما اللي هينفع يزرع من الان لحد شهر مثلا 4 او منتصف 4 اللي هو الليمون، لان مش متساقط، هو مش من الاشجار هي متساقطة الاوراق، هو شبه مستديم. فالليمون والمانجو وتاني والجوافة وكمان البرتقال واليوسفي، دي الاوراق اللي دي الشتلات اللي هيتم زراعتها يعني ممتدة من بداية شهر 3 الى غاية منتصف 4، وبعض اللي هي الاشجار الثانية الزيتون برضو والسدر او النبغ. اما هنستبعد لو تم، لو عندنا مثلا او رحنا المشتل والجينة شتلات اللهم صل على سيدنا محمد رمان انبتت الاوراق في المشتل، شتلات خوخ اللي هو دراق، شتلات مشمش، شتلات تفاح، كمثرى، شتلات ايه تاني سيدنا محمد اللي هي الكاكا، الجناها انبتت او بدات البراعم فيها تنبت الاوراق، معناها ان العصاره سريت في الاغصان، فالافضل ما نشتريهاش لان هيتم زراعتها، هيتم نقلها وزراعتها. وكمان التين برضو لو لقينا ان هو انبت الاوراق ودينا زرعناه، فممكن نسبه كبيره او احتمال كبير بالظبط ان هو يتم ضعف الاوراق وتنشفها بسبب ان العصاره سريت فيه. فاهم حاجه يكون في سكون في الاشجار او الشتلات دي اللي هنزرع فيه. فدي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يعني ايه تتابعوا الفيديوهات اللي جايه باذن الله سواء في المنزل او في الحديقه. هنجهز مع بعض، هنعمل شويه معاملات هنا في الارض، فاتمنى تعجبكم وان شاء الله خير. ويلا بالتوفيق، يعني اجهزوا، جهزوا البذور، جهزوا التربه. المحصول هيتم زراعته هنشرح ان شاء الله طريقه الزراعه والمعاد والى متى هيفضل او هيتم الى متى ينفع زراعته. اتمنى الفيديو يعجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.